لي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا النهاردة احنا قدام تطور مهم في بريطانيا، اقتصاديا سياسيا حتى داخليا في المشهد الحزبي يعني، لكن أنا مهتمة أبدأ مع حضرتك بتصوراتك أو توقعاتك للخطوط العريضة في سياسة ليز تراس في الفترة المقبلة، خصوصا أنها بتتولى في ظرف دولي صعب، حالة استقطاب دولية كبيرة، ويعني بريطانيا تحتاج إلى توضيح مواقفها. بالطبع استاذه هبه، يعني النهارده ليز تراس، ماري اليزابيث تراس، فازت بزعامه حزب المحافظين الحاكم، متغلبه في ذلك على منافسها وزير الماليه السابق ريتشي سوناك. ليز تراس يعني من التيار اللي بيتبنى سياسات بوريس جونسون. على الصعيد الداخلي هي وعدت باجراء مزيد من الاصلاحات والتخلي عن بعض الضرائب، تخفيض الضرائب بهدف تنميه الاقتصاد، وعدت ان هي تعمل على معالجه ازمه الطاقه ومعالجه فواتير الطاقه المرتفعه، خصوصا بريطانيا داخله على الشتاء، وغدت بالتعامل مع بعض الازمات المتعلقه باستقلال بعض الدول المنضمه للتاج البريطاني. اسكتلندا الشماليه. بالضبط، ليز تراس بذلت مجهود كبير في صعيد معالجه هذه الملفات الاقليميه والملفات الداخليه. التحدي الاكبر قدامها بيظل تحدي الموقف البريطاني الصلب من الازمه الروسيه الاوكرانيه. مؤكد ان هي ستستكمل سياسات بوريس جونسون، لان هي وزيره الخارجيه في هذا التوقيت، وهي كانت يمكن اكثر تشددا في التعامل مع الطرف الروسي في الازمه. ليز تراس يمكن منفتحه اكثر شويه على دول الخليج العربي، يمكن في بعض الحوارات حاولوا ان هم يسالوها على بعض الامور الحساسه في منطقه الخليج، لكن هي كانت واضحه وصريحه ان منطقه الشرق الاوسط بالكامل منطقه استراتيجيه بالنسبه لبريطانيا، وانه لا يمكن التخلي عن هذه الشراكه بصوره او باخرى. اذا هل ده جزء من الواقعيه البريطانيه الجديده بعد، خصوصا بعد البريكزيت يعني؟ ضغوط بريطانيا في الفتره الاخيره ضغوط كبيره جدا، ويمكن ده اللي عجل باستقاله بوريس جونسون، مش بس بسبب الفضيحة اللي حصلت، ولكن تراكم وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكزيت كان واضح تماما على أداء الاقتصاد البريطاني، كان واضح تماما في تصورات بريطانيا لعلاقتها بالاتحاد الأوروبي، كان واضح تماما في خلافات بدأت تلوح بين بريطانيا وفرنسا خصوصا في منطقة الاندو باسيفيك. احنا بنتكلم عن بريطانيا جديدة بتحاول ان تثبت نفسها وجدارتها في التواجد في القارة العجوز بعيدا عن التحالفات القديمة، وفي نفس الوقت عاصفت بهذه التوجهات جائحة كورونا اللي كان ليها انعكاسات كبيرة وأزمة كبيرة في الداخل المملكة البريطانية كلها وبريطانيا في القلب منها، ولكن ايضا جاءت الازمه الروسيه لتعمق من تداعيات هذه الازمه في الداخل البريطاني. شفنا ارتفاع اسعار المنتجات وغلاء المعيشه بصوره غير مسبوقه في الداخل البريطاني. مؤكد ان ليز تراس بتعاني كذلك من تداعيات في الموقف البريطاني الصلب من هذه الازمه. بريطانيا من الدول يمكن الأكثر صلابة والأكثر شراسة في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، ويمكن البعض بيصنفها أنها الدولة الأكثر تشددا في التعامل مع هذا الملف يمكن أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى زيارات بوريس جونسون يعني الأوكرانيا في عز الأزمة لم تتوقف. بالمناسبة دي، من احنا جينا على النقطة دي يا أستاذ أحمد، الخطاب المناهض لروسيا كان جزء قوي جدا من أو مكون رئيسي يعني خلينا أقول من الحملة الانتخابية قبل ما توصل ليز تراس لرئاسة الوزراء، وهنا حتى جزء من يعني الجمل الأساسية اللي قالتها في خطابها أول ما كسبت، قالت لبوريس جونسون انت اللي وقفت قدام بوتين. بالنظر بقى للعناصر دي كده والمؤشرات دي، ليهم حق روسيا تشأمه بليز تراس؟ روسيا لا 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 تضع في اعتبارها من يحكم اي. روسيا تتعامل هي الاخرى وفقا لقواعد جيوبوليتيكيه جديده،
وروسيا تتعامل مع العالم من منظور مختلف ولها رؤية للعالم على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الديني، لها رؤية خاصة لكل ما يحدث في العالم. يمكن المحرك الرئيسي للأزمة الروسية الغربية، بنتحدث عن أوكرانيا مباشرة، ولكن ما خلف أوكرانيا إعادة ترتيب المشهد الدولي على رمته. والمكون الاقتصادي في المشهد ده مكون مهم جدا، ويمكن ده اللي بيشهده إعادة ترتيب الأمن في منطقة الإندو باسيفيك، ويمكن ده اللي بيشهده إعادة ترتيب علاقات الغرب بصفة عامة بالصين واليابان، واستدعاء اليابان ومجموعة الدول الآسيوية لمواجهة النفوذ الصيني الكواد من مهندسي إعادة هذا البناء البريطاني في هذه المنطقة الحساسة من العالم اللي مرشحة بقوة لتصاعد الصراع الصيني التايواني فيها. لكن خلينا نقول أنه على الصعيد الداخلي ليز تراس وهي تفوز بانتخابات حزب المحافظين لكي يتوجه بوريس جونسون إلى الملكة ويتقدم بخطاب استقالته، ثم تذهب ليز تراس لتولي منصب رئيس الوزراء، فازت بزعامة حزب المحافظين بفارق ضئيل جدا جدا. صحيح، 57% بس. تتكلمي عن 20,000 صوت بس الفرق، هي حصلت على 81,326 صوتا مقابل 60,399 سوناك. فأنت بتتحدثي عن فارق ضئيل، ده بيعكس الأزمة الكبيرة الموجودة في قلب حزب المحافظين. ويمكن هي مش شايفة الأزمة دي، هي شايفة إن هي هتقود الحزب لمدة السنتين اللي جايين دون إجراء انتخابات داخلية جديدة، في إشارة إن هي واثقة في قدرتها على قيادة الحزب وتجاوز الأزمات على الصعيد الداخلي، وشايفة إن حزب المحافظين سيتمكن من تحقيق انتصار مدوي في الانتخابات البريطانية القادمة البرلمانية في 2024. وكأني بفهم من كلامك أنه ممكن أو في يعني تصور أو توقع أنها لا تستكمل فترة العامين القادمين، خصوصا بحالة الاستقطاب اللي حصل جوه حزب المحافظين، وكمان الضغط اللي حطوا عليها حزب العمال كير ستيرمر، يعني حتى كان له تصريحات أخيرة. تصريحات الحزب العمال النهاردة بترجح أزمات متتالية، يعني هم مش متفائلين بسياسات المالية اللي هتتولاها المجموعة الاقتصادية. ما هو مؤكد أن وزير المالية السابق اللي كان بينافسها على رئاسة الحزب لن يبقى في مكان، وبالتالي هم مش متفائلين كتير بالسياسات المالية اللي هي بتاعت بيئة، خصوصا تمكين مزيد من الانفتاح على القطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص واستبعاد الدولة من إدارة ملفات مهمة في الوقت اللي أوروبا كلها بتتجه الى كوبونات الدعم. فالسياسات اللي شايفينها هم في حزب العمال، شايفين ان هذه السياسات يمكن ان تزيد من معدلات التضخم، يمكن ان تزيد من الاعباء المعيشيه على الداخل البريطاني، ومن ثم يمكن ان تمثل ضغطا كبيرا على بالطبع سيتداعى ذلك مع مقدم فصل الشتاء. احنا بنتكلم احنا داخلين على يعني النصف الثاني من او ال 10 ايام ال 20 يوم الاخيرين في شهر سبتمبر، ومن ثم بدايه فصل الخريف، وده بيعتبر تمهيد لفصل الشتاء في اوروبا. من اكتوبر اوروبا ستتعرض الى موجات برد متوقعه، ارتفاع اسعار النفط، ارتفاع اسعار الغاز، اعتماد ايرلندا الشماليه على الغاز كمصدر رئيسي للنفط والتدفئه، كل ده سيمثل ضغوطا على ليز تراس في تعاملها مع الأزمات الداخلية البريطانية ومع الأزمات الإقليمية. إلى أين تذهب ليز تراس في هذا الإطار؟ الأمر بيتوقف على يعني مدى قبولها واستعدادها لتطوير سياساتها وبرامجها في الفترة القادمة، وفقا لبراجماتية الحياة السياسية، ومدى قدرتها على الإمساك بقى بالملف الاقتصادي. الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على هذه القراءة المتكاملة.